اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرجت صيامه علي، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر، فيا ذا المن ولا يمن عليك، من علي بفكاك رقبتي من النار فيمن تمن علي، وادخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين.